جيت هذا الموقع، صح اني جيت متأخر شوي. يقول انه هذا المكان مهجور مسكون نفس الوقت. حتى ما قلنا بداية المغامرة شو نقول، بس لأن المدخل كان صعب شوي زي ما شفتوا. يا جماعة الخير، الآن راح أبدأ المغامرة، لكن قبل ما أبدأ المغامرة كلنا نقول مع بعض: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت على الله. يا حد، يقولوا ان في المكان ده في مشغولين، والله اعلم يا جماعة. هعمل التغطية في هذه البناية اليوم، المكان كبير يا جماعة، مرة كبير. ان شاء الله الباقي اللي شوف متى نيجي فيه عشان نسوي تغطية. واضح انه في ناس في المكان او مشغولين، والله اعلم.
في حدا. يا حد متاهات هذا غرفة الساونا وجاكوزي. لي بالليل بسم الله بسم الله الرحمن خفافيش متاهات والله اللي ما يركز بينا الله يضيع. المشكلة تمشي تطالع في المرايات، تعرفون المشكلة فين بالضبط؟ المشكلة في المرايات هذه العكسة، تمشي ما تعرف قدامك هذا واحد ولا الكشاف المنعكس عليك، ما تعرف. عرفتوا؟
لطيف ان شاء الله. طعام الجن شوفين عارف ماذا؟ بس دور الأرض قبل لا تطلع فوق. رجال لا يعرفون الحب. شعر الجن شوفوا وين جاء، هذا هو شعر الجن. اللي ينبت منه شجرة العشر، يا حد بسي
من انت؟ بسم الله الرحمن. بسم الله. اشتع. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فسود بسم الله. من انت؟ كرسي. لا إله إلا الله ورب اللي شوف من بعيد كان شيء. لا إله إلا الله. هاي نخرشنا. هذا الكرسي. يقولوا في مجهولين في المكان هنا يا جماعة، والله أعلم. المشكلة إن أنا لوحدي في المكان، ولكن ربي معي. يطلع الدور اللي فوق نشوف ما تحت. الشيء الأسود اللي طلع يا جماعة هذا كرسي. كرسي شوف الدور اللي فوق. ولا شاف وين؟ من انت؟ بناية كبيرة. وكان يجد نفس الغرفة. إيش فيني؟ استغفر الله. هذا الواحد مع الربكة ويكون منتبه وحريص يدخل الغرفة الواحدة من بابين يحس بغرفة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
الأتموسفير وحركات يا عدنا. من هنا أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حسب واحد أول قسم بالله. في حدا؟ خلاج مرة ثانية. مكان كبير يا جماعة. والله كبير. أوه، معقولة صرت في البناية هذه؟ أوه، تخيل كنت أنا تحت هنا وصرت الآن هنا. أوه، أنا قاعد أغامر في بنايتين الآن. أوه، والله المكان كبير. هذا الله يستر متى يطيح. الله يخرجنا ويستر علينا. عشان نلبس الخوتة منع الدخول. ولا أقول منع الدخول، ما تدخل يا ولد. الله مضحكين، ما تدخل. ولد فني. ما نبغى نترك أثر في المكان. ما أمسك ولا شيء في المكان. الله يستر علينا بس. هذا شكله مقفل لا مفتوح والله. يا حد، اوه واحد يبغى جزمه اديداس، ها حقت فوتبول كمان. هاي احد يبغى عشان يلعب كوره. طبعا راح اغطي هذا الجزء يا جماعه، راح اخرج من الموقع. السلام عليكم يا جني. قاعد على الكرسي.
اصبر اشوف الناحية هذه اخرج بعدها ان شاء الله. صالة كبيرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب يا جماعة الخير أنا راح أخرج من الموقع أكمل الباقي بعدين إن شاء الله. هذا باقي سطح المكان كبير كبير كبير. زي ما حسيت أول شيء أصبت قاعد أو واقف هذا الستر. هذا المكان اللي كنت فيه هذا إسعاف في الظاهر برا. يا جماعة الخير أنا الآن كده وصلت نهاية المغامرة وربي يديكم العافية. راح أخرج الآن من الموقع كالعادة يمن الحديث بسرعة أرسله على الخاص وربي يديكم العافية. برجع المكان مرة ثانية والله يقول المكان فيه مجهولين والله أعلم. أنا ما شفت شيء صراحة لكن فيه في الداخل بنايات كثيرة والله أعلم. شايفين